توقعت مؤسسة فيتش استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري لتكتمل بذلك سلسلة التقارير الدولية والتي أشادت بنجاح الإصلاحات الاقتصادية. مدفوعا بدعم رئاسي يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نجاحات فاقت التوقعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح. التجربة الاقتصادية المصرية كانت محل إشادة من عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، أحدثها توقعات مؤسسة فيتش بنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بنسبة 5.7% خلال العام المالي الحالي. كما أكد صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف في النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح. بدوره أكد البنك الدولي في أبريل الماضي أن نمو الاقتصاد المصري يتسم بالقوة، وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والبناء بجانب استمرار الزيادة في الاستثمار الخاص وصافي الإيرادات. وفي أغسطس الماضي أوصى بنك جولدمان ساكس بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة. كما أكد بنك مورغان ستانلي في تقرير له في الشهر ذاته أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6% في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما كان نمو الاقتصاد المصري محل إشادة من وكالات الأنباء والصحف العالمية، فقد أشادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بالاقتصاد المصري مؤكدة أنه أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة. كما أكدت وكالة البلومبرج الأمريكية أن الإصلاحات الاقتصادية خلال 3 سنوات الماضية ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموا في الشرق الأوسط. من جهتها أشادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري 6% مقابل الدولار منذ يناير الماضي، ليصبح من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية.